النهارده هنوريهم طيب. ياكلوا ازاي بالظبط. يلا النهارده هنعمل الاصحاء شوربه عدس ودي مع البرد بقى جميله. وهنعمل لهم مكرونه كمان باللحمه المفرومه والحمص الشامي. جميل. ده زي الفل طبعا. الوجبات دي كلها نتكلم عليهم واحده واحده وازاي ندعمهم بحيث نخليهم غذاء كامل ومتكامل. تمام. وحاجات مش غاليه برضو خالص. معقوله. العدس ده طبعا يعني احنا مشهورين بيه ومش احنا لوحدنا, في دول كتيره. تمام. احنا مشهورين بشوربه العدس الاصفر. يلا شوف عشان بيعملوا شوربه العدس الاصفر قبل ما امشي. يلا دكتور. ومن مزايا شوربه العدس حضرتك حاطط فيها ايه يا شيف النهارده؟ النهارده مكوناتها شوربه العدس هنحط فيها جزر حلو وبصل حلو وطماطم ممتاز وكمون. بطاطسايه ولا قطع بطاطسايه؟ في ناس يحطوا بطاطس, في ناس تحط بطاطس وفي ناس لا. انا براجح كمان بطاطس برضه بس النهارده ما حطش بطاطس. بس حلو طبعا. العدس وجبه هايله جدا, تعتبر من الحبوب الكامله. وكده كده الشوربه بتحط فيها زي ما قلنا كميه خضروات لطيفه جدا. يلا ابدا يا شيف ابدا عشان الوقت. اللي احب اقوله بقى مع شوربه العدس عشان اخليها وجبه مش كامله بس كامله ومتكامله بكل انواع البروتينات اللي فيها, ان انا باكل معاها بدايه مع العدس برفع القيمه الغذائيه للبروتينات بطريقه رهيبه. احنا عندنا الكشري الاصفر بالظبط بنعمل معاه بضايه او بضايتين. المصريين طول عمرهم اذكياء يعني. الكشري العدس بيكملوا الرز, فبتحطوا على بعض البروتين اللي كان ناقص هنا كمل هنا والبروتين اللي كان ناقص هنا كمل هنا. طب انا عامله شوربه عدس بس ما حطيتش فيها رز, ما حطيتش, فاخد بضايه. دي بترفع القيمه الغذائيه جدا جدا جدا. واكله صحيه جدا وخفيفه على المعده. وطبعا الناس بتعاني مثلا اقول لك بنتفخ او حاجه, اقلل قوي البصل او اشيل البصل واحط رشه كمون. انا سمعت ان من يعني من اكثر الوجبات صحه ومن ايام الفراعنه البطاطس بالبيض. طبعا وجبه متكامله وجبه هايله فيها كل حاجه وعليها رشه زيت زي الفل خلاص. او حته زبده صغيره وليمون. ما نحطش ليه زبده صغيره؟ احنا بنحط عليها ليمون على فكره. تجنن. ممكن احط زعتر, ممكن احط فلفل اسود, احط حاجه. انت بتعمل ايه يا شيف؟ اشرح لنا. في المكرونه باللحمه المفرومه. ايوه بتحط لحمه مفرومه وحمص الشام. وحمص الشام تقلبهم في شويه زيت وروزماري. طيب وروزماري وجبه هايله. هتحط معاها طماطم ولا لا؟ تعمل غير طماطم. طيب حضرتك عارف لو حطيت عليها طماطم هترفع قيمتها الغذائيه جدا. هترفع القيمه الغذائيه جدا. ان الطماطم لما بتتحط على النار بتبقى مكرونه حمراء زي ما الناس متعوده عليها. حتى لو بيضه, هي البيضه طبعا طعمها طعم جدا. بس هي اللي هرفع القيمه الغذائيه لازم احط عليها صلصه طماطم. كل شيخ له طريقه بقى يحط طماطم فريش. يا نانسي ما احنا عايزين نعمل حاجه مش معتاده. ايوه انت بتعمل لنا جديد يعني تجديد يعني. هو بصراحه الاثنين مفيدين. بس انا وانا بختار نوع صلصه اختار نوع صلصه قليل الملح, او لو حطيت الصلصه بالملح اللي فيها ما زودش ملح تاني على الاكل, لا على اللحمه ولا على المكرونه.